السيد الأمين العام للأمم المتحدة المحترم والسادة المحترمون والوفد المرافق له، أرحب بكم ترحيبا حارا باسمي وباسم القوى الكردستانية في مجلس النواب العراقي. دعوني أنقل لكم تحيات الشعب الكردستاني المسالم والمساعد والمشارك في العملية السياسية العراقية، وظهر قوي ومأوى السلام والأمان لإخواننا وإخوتنا من النازحين رغم صعوبة الظروف السياسية والاقتصادية في العراق كافة وكردستان خاصة. أتمنى أن يكون لزيارتكم أثر إيجابي في تقوية العلاقات السياسية داخليا وإقليميا وخارجيا كما تفضلتم، لدفع المصالحة السياسية إلى الأمام من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، وذلك من أجل تحقيق السلام وحقوق الإنسان في العراق، وذلك من أجل الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي في المنطقة. أرحب بكم مرة أخرى ترحيبا حارا. شكرا جزيلا. الأستاذ صادق الركابي.